انتقال الانتظارات ديال الشعب المغربي عموما فيما يخص الجهات 12 بخصوص الجهة ديال سوس ماسة، ما كان يقال وما هو مفروض القيام به من طرف الجهة ديال سوس ماسة، والانتظارات الكبيرة، الشعارات الكبيرة والعريضة التي رفعت فيما يخص الاختصاصات، تبين بعد تقريبا 7 أشهر من التسيير بأنه لا شيء يوجد في أرض الواقع. أظن شخصيا بأنه التسيير ديال الجهة هو ماشي غير متعلق بمسألة ميزانية، ولكن كنظن بأنه تصور قبل أن يكون ميزانية، لأنه الجهة بمفهوم ديالها الماضي فشلت في تدبير الملفات الكبرى، وبقت جهة تسير وتستهلك ميزانيات سواء ديال التسيير أو لا ما يمكن أن يذكر فيما يخص المشاريع التي يمكن أن نعدها على رؤوس الأصابع، وأحسنها إذا صح التعبير وهو هذا الطريق السيار الذي يربط بيت مليون بتزنيت اللي شاركت فيه الحكومة الماضية لكركيت رصاصة خباز فاسي، واللي وقف عليها الأخ كريم غلاب سواء فيما يخص التركيبة المالية اللي شجعات واللي صنعت الوتيرة ديالها. اليوم كنشوفوا بأنه ما كاينش شي تصور اللي هو واضح. اللهم كثرة المناصب وكثرة اللجان وكذلك نية الإقصاء اللي تبينت آخرها هو في الدورة الأخيرة تم إقصاء فريق للقانون التنظيمي للجهات يسمح للأعضاء أن يكونوا فريقا، فتم إقصاء هذا الفريق، وذلك يبين بأن هناك نية لتكميم الأفواه. فاليوم في 2016 لا يمكن قبول مثل هذه الأمور. على كل حال بعد 7 أشهر يمكن أن نقول أنه لا زال باكرا أن نتكلم على التقييم، ولكن 7 أشهر كتبان فيها على الأقل حسب البرمجة ضعيفة جدا جدا، لأنه الجهة كيخصها رجال اللي ماشي ينتظروا هذيك الميزانية اللي كترصد لها، ولكن ياخذوا ذاك الميزانية ولكن يمشوا يديروا شراكات مع قطاعات حكومية باش يجيبوا مشاريع ضخمة للجهة. ما كنا بقينا كننتظروا أننا ناخذوا هذيك الميزانية الهزيلة ونستهلكوها 6 أقاليم 3 المليون ديال الأشخاص، ما أظن أننا غادي نديروا لهم شي حاجة مع نهاية الولاية الحالية.